أسعد الله أوقاتكم. في العام الجاري وتحديداً في شهر نوفمبر تبلغ أسطورة الفن العربي فيروز 83 عام من عمرها. فيروز رافق صوتها أجيال متتالية من الشعوب العربية والأجيال المتعاقبة. أحبت فيروز الفن منذ صغرها وأخلصت له فأخلص لها وتوجها على عرشه. غنت للأوطان والشعوب، غنت للقيم النبيلة، وما أنجتش أغنية واحدة تسيء إلى مسارها أو تاريخها، وقدمت نوعية جديدة من الفن وقت اللي اهتمت بالتفاصيل ونمط الحياة الحديثة. غنت فيروز للبنان، لفلسطين، ولشوارع القدس القديمة، وغنت للحب والعاشقين، فعاشت نجمة تتلألأ في سماء العالم العربي وما تطفاش رغم السنين. في رحلتنا جديدة في ذاكرة تلفزتنا اخترنا لكم تسجيل نادر تتحدث فيه فيروز عن مسيرتها ونتابعوا خلاله الكثير من أغانيها الرائعة، فأمتع الأوقات مع فيروز. عام 79 غنت فيروز للمرة الأولى في المسرح الأولمبي في باريس بعد بيع أكثر من 10 ملايين أسطوانة. ها هي تعيش 4 سنوات من الحزن العميق بسبب الحرب التي مزقت لبنان، رافضة بذلك الانحياز لجهة معينة. في الصالة يعم الصمت وأجواء الحزن، والموسيقى التي يقودها زوج فيروز عاصي الرحباني تبدو كرسالة سلام يحملها الصوت الفيروزي. بحبك يا لبنان يا وطني. بحبك يا لبنان يا وطني. بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك. بحبك يا لبنان يا وطني. بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك. تسأل شو بني وشو اللي ما بني. تسأل شو بني وشو اللي ما بني. بحبك يا لبنان. الماضي ما بفل لمطرح. من وقت لوقت في شيء بيتذكره الواحد بدق فيه للماضي. ايام بتكون اشياء حزينه وايام بتكون اشياء حلوه كثير. في شارع البسطه امضت نهاد حداد او فيروز طفولتها في كنف عائلة مسيحية متواضعة ومتحدة، وتحولت مع مرور الوقت إلى أغنية حاضرة في أذهان الجميع في كل مكان. فيروز أحسن من أم كلثوم. أم كلثوم بمصر، فيروز عندنا هون بلبنان. فيروز بلش طفولتها هون بالبسطة، هون محل ما عم تصور بالبسطة هون. كانت صغيرة. فيروز كانت صغيرة. كانت صغيرة بتغني شو اسمها السينما بالكابيتال على بالتياترو. فيروز نحن بنعرفها هي وصغيرة وبتغني ست الكل. فيروز طفولتي وعمري أنا وصبية ما كان يعرف الزعل أبدا. في بداية الثلاثينيات غادر وديع وليزا حداد جبل الأرز ليجربا حظهما في بيروت عربية ومتعددة الثقافات من العهد العثماني وحتى الانتداب الفرنسي. أصبحت بيروت نموذجا للمدينة المتوسطية العصرية والمتحررة. عمل وديع في الطباعة بينما اهتمت ليزا بأولادها الأربعة. كانوا يحضرون القداس كل أحد، يدخرون مالا للمدرسة، يغنون ويضحكون. حلو، الجو كان طبيعي وبسيط كتير وعادي، يعني ما في مجهود. مثل ما بتتوفر الاشياء كانت تصير، وإلا انتظار لنسمع موسيقى. كنت حب الموسيقى كتير وإلحقها تسمع عليها.
لأنه ما كان عندي راديو، كنت أتسمع راديو الجيران، كل الموسيقى اللي بتمرق أسمعها وأحفظ أكثرها. كنت أسمع كل شيء موسيقي لأنه مش بإيدي السمع، ما كان عندي وسيلة لحط اللي شو بدي، وما أعرف شو بدي لأنه ما عندي متابعة إلا اللي بيوصل لي أسمعه ورافقه بالغنى، أو إذا موسيقى أسمعها بس. آنذاك كانت الإذاعة اللبنانية في أوج نجاحها، تبث أصوات الشرق العظيمة كصوتي فريد الأطرش وشقيقته أسمهان، اللذين أصبحا لاحقا من نجوم القاهرة. لما كنت أسمع الموسيقى اللي هي من عند الجيران، الجيران كانوا بالطابق العالي وأنا بالمطبخ، والباب المطبخ بيعطي على شباك جار بيشتغل بالليل وبينام بالنهار، وأنا بالمطبخ عم بشتغل بالنهار. بس تطلع الموسيقى بلش أنا رفقة وعي يوعى هو، ويفتح الشباك وبلش يعيط ويسب إنه ليش ما بيجوا يفتحوا الإذاعة هون، إنه شو هيدا. هيدا كانت يومية هالقصة لغاية ما فليت من البيت، ارتاح مني كليا. كانت نهاد حداد حكيمة وفرحة، عفوية ويقظة، طفلة طبعتها المبادئ بعمق، وهي الاكتفاء والقناعة وحب الآخرين. اليوم لا تختلف عنها طالبات حيها، هن يواجهن الغرباء بخجل وشجاعة في آن، يفضلن الاحتفاظ لأنفسهن، لرفقائهن وعائلتهن بأغاني فيروز التي حفظنها منذ الطفولة. جارات وجوقات تغذي أغاني فيروز حصة الطفولة لديهن. يا ستي بدور شوف القمر كيف بيدور، والناطورة بدها شمس والشمس بعقد المرجان. تك 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 يا ام سليمان، تك 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 جوزك وين كان، تك 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 كان بالحق لي عم يقطف خوف ورمان. عمي يا عمي الحطاب خلينا نلعب عالباب، والجارة بدها قمحة والقمحة عند الطحان. تك 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 يا ام سليمان، تك تك جوزك وين كان، تك 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 كان بالحقلي. بالمدرسة كنت اخد، كان في موسيقى بالمدرسة نتعلمها اناشيد، بس اذا كنت انا ساخنة كنت اخد العلامة بدون ما في لزوم اني رتل مع الاولاد. لا تبعد القرية عن المدينة في لبنان، كما أنها لم تضع عاداتها وتاريخها في زحمة الحياة العصرية. يا عصفور الشوك أهلك دار بها السما وما بعرف وانصاروا، يا عصفور الشوك أهلك دار. لم تنس فيروز حياتها كمراهقة، كانت تمضي عطلتها الصيفية في قرية صغيرة مرتفعة عن سطح البحر، فعندما يشعر الإنسان أنه غريب في المدينة الكبيرة، ما تزال أغنية فيروز حاضرة دوما لتعزيته وتذكيره بالحياة الهانئة. هذا هي كانت حياتي، عبارة عن نوع من الحياة، ما كان في شيء تاني لهالحياة الحلوة البسيطة الهادية. مثل ما شفت يعني كانت ساكتة وبقيت ساكتة الضيعة تبعيتنا، تشبه طفولتي، يمكن ساكتة أكثر هلأ لأنه كان في ناس أكثر بالأول.
ما كنت ألعب مثل الأولاد لأنه كنت أعيش مع ستي ومضي النهار لنجيب مي ولنحضر الأكل ولنظف البيت ولنشتري الأغراض. يمروا النهار ولأنه ما في كهرباء ما في شيء كنا ننام بكير. حياتي كتير محدودة بس بحبها كتير كتير لأنه كان كل شيء. يعني بدي روح على العين لجيب مي، يعني العين بعيدة عن البيت. كنت غني لوحدي الاشياء اللي حفظتها لأنه عند ستي ما في راديو. في غنية لستي انكتبت وبس اسمعها بتذكر الضيعة وستي. أكيد كانت بأمريكا وكانت تحكي لغة، كانت يعني ستي وبحبها كثير. تخبرني قصص بالليل لحتى نمضي وقت بالليل، تخبرني عن حياتها وحكايات. كل شيء بذكر بشيء. ما عندي حدا اروح لعنده، كانت ستي وكانت امي وبيي فل. عانت القرية وكذلك بيروت من الحرب اللبنانية، لكن أغاني فيروز التي تستحضر الأيام الخوالي جعلت اللبنانيين يأملون بالعودة إلى سابق عهدهم. وطلعت العروسة نقي عريس رماها الهوى ونقى العريس. طلعت العروسة نقي عريس رماها الهوى ونقى العريس. لبست الأساور والطرحة كلها قصب ورقصت العروسة وضحك رنين الذهب. طلعت العروسة شهد لبنان في نهاية الأربعينيات ازدهاراً كبيراً، وأصبحت بيروت منارة الدول العربية من خلال ثقافتها. عندما كانت تلقي النشيد الوطني في المدرسة لفتت نهاد انتباه أستاذ في المعهد الموسيقي فحضها على متابعة دروس تسمح لها بالغناء. وافق والدها على مضض شرط أن يرافقها شقيقها، فاختارت لقبها الفني فيروز رغبة بعدم كشف اسمها، لكن ذلك لم يدم طويلا بسبب رغبة المستمعين بمعرفته. بالمدرسة لما سمعوني اقترحوا أني روح على الكونسرفاتوار ورحت على الكونسرفاتوار، وبعدين صرنا نقدم مع التلاميذ على الكونسرفاتوار أناشيد بالإذاعة. وقتها من الإذاعة توظفت فترة كتير قصيرة بالكورال تبع الإذاعة، يمكن شي شهرين، وبعدين سألوني شو بعرف غني. غنيت هالغنيتين، موال اسمها وفريد الأطرش يا زهرة في خيالي. رغبتي وسيستم حياتي أنا كان من البداية مختلف كلياً عن الجو الفني اللي بيعرفوه كل الناس. كان كتير محافظ ومن البيت للإذاعة هيدا كان نشاطي، يعني ما كان في مشاوير تاني، كان كله ديركت، ما كان في تسجيل، كل شيء يتقدم بالإذاعة مباشر. وبعدين بديت بالمشوار لأنه بهالفترة تعرفت على عاصي ومنصور لأنه كانوا هني موظفين بالإذاعة وكان عندهم بروجرام بيقدموه.
تعرفت عليهم وبدي المشوار معهم وتركت الإذاعة، يعني ما طولت بالإذاعة ككورال. أحبت فيروز عاصي الرحباني الذي كان موسيقيا منذ سن المراهقة. كان معجبا بإدواردو بيانكو وجوقته الأرجنتينية. تولى إدارة قسم المنوعات في الإذاعة مع شقيقه منصور. عاصي ومنصور معهم صار اللي اسمه الفن اللبناني، واللي هو كان مش مثل الفن التقليدي اللي بنسمعه واللي كنت اسمعه بالإذاعة. وهالفن هو خليط من الجملة الفنية الموسيقية اللبنانية اللي فيها بتحمل، إذا بدنا نقول، النفحة الغربية، يعني مختلفة كلياً كانت عن الجملة المألوفة العربية. عاصي ومنصور كانا يتمتعان بعبقرية موسيقية واطلاع على مختلف أنواع الفنون. الأغنية الأولى التي سجلت لفيروز في العام 52 شكلت نجاحاً فورياً، ولكن بالنسبة إلى عاصي، النجمة التي تولد في عالم الفن هي أيضاً المرأة المثالية. كانت فيروز تعتقد أنها لن تتزوج أبداً وأنه لا مستقبل فنياً لها. ها هي مع منصور الإشبين تتزوج بعاصي الرحباني في العام 54. حضر الزفاف الكثير من المعجبين، وهكذا أهداها الأخوان رحباني أثمن ما أرادت العائلة. سريع العطاء وأنا سريعة التلقي، يعني كنا حياة عايشينها يعني ما عندنا كتير علاقات مع الناس، كان شغلنا هو حياتنا ليل نهار، يعني كنت عايشة حياتي بفني أكتر. لما نظهر على الحياة حس إنه غلط، يعني كأنه يعني كنا نحن يمكن هالعلاقة هالقرب العائلي يمكن كان لازم يصير ليسمح لهالفن انه ينعيش، اذا بدنا نقول 24 ساعة على 24. يعني كان عاصي صعب كتير بالفن وقاسي، ومهم كتير هالشي لاني انا بنت هالمرحلة القاسية. كل خطوة مشيت عليها جديدة بالنسبة للغنية كنت خايف أنا أعملها، لأني ما كان حس أني ما رح أنجح فيها. كان إصرار عاصي، هو كان شايف فيي وأنا ما أعرف كل
الأدوار اللي عطاني إياها. أنا ما اخترت شيء باللي عملته، كان من اختياره وإصراره علي، وأنا خايف كتير وما جرب ما أقبل لما يقرر شيء كان يمشي فيه، ما يهمه مواقفي. يعني كنا عم نخلق الموجة الفنية الجديدة اللي ما كانت موجودة، ضد الفن اللي كان موجود، ما كنا محبوبين يعني ابدا. بس هيدي ما طولت، ونحن كنا مصرين كثير على انه نتابع الطريق، ما كثير اهتمينا باللي كان عم ينقال عنا رغم انه كان قاسي كثير، ومشينا ومرقت المرحله وكملنا الطريق. ولكن من تزعم هذا الثلاثي؟ بحسب فيروز إنه عاصي، لكن منصور يقول إنها فيروز. كانوا لا يفترقون، يدفعهم وحي لا محدود. ما كنا حاسين، يعني يمرق يطلع الضوء وما نعرف إنه طلع الضوء، يعني إلا لما نفتح الشباك، يعني نفوت على استوديو وما نعرف أي ساعة نطلع. يعني الوقت الساعة ما إلها مطرح بشغلنا، ومرق سنين هيك. نفس الطبع. أيوة. وجود عاصي ومنصور حدي كان يخفف من هالشي. تعرفت على عيون ومشينا، بلشنا درب الشغل سوا، وأكيد بعدين حسيت إني بمطرح بحبه كتير، وهالمطرح صار يكبر ويوسع كتير، لأنه صار يوسع من الغنية للمسرحية يعني للقصة الكبيرة. يعني صار شغلنا أوسع وأحلى، وأكيد إعجابي كتير كبير فيهم، لأنه حسيت حالي بمطرح بحبه كتير. يمكن هيدا المطرح اللي كنت عفتش عليه بدون ما أعرف. يعني في الستينيات عرف لبنان بسويسرا الشرق، إذ كان الوئام يسود الطوائف، سلام وأمن، في حين كانت الثورة الناصرية في أوجها. كان الثراء العنوان الأبرز لتلك المرحلة. عززت الدولة حرية لم يسبق لها مثيل في العالم العربي، بينما جسدت فيروز أغاني الأخوين رحباني ونافست الأغنية المصرية. أصبحت فيروز سيدة لبنان التي تجسد آمال الشباب الذين يحلمون بتطور دائم وسعادة مشرقة وبريئة.
الجنه عاسمك النيت عاسمك رح غني بمجدك احتميت بترابك الجنه عاسمك غنيت عاسمك رح غني بمجدك احتميت بترابك الجنه عاسمك غنيت عاسمك رح غني واحمل بايدي كاسك المليان ارفعه لفوق 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 لمطرح اللي بيوقع في الزمان مجدك احتميت بترابك الجنه عاسمك بالنيل عاسمك رح غني واحمل بايدي كاسك المليان ارفعه لفوق 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 لمطرح اللي بيوقع في الزمان كان من الطبيعي إذن أن تصبح فيروز نجمة الموسيقى العربية الجديدة. كنت أنا أهرب بس بلشوا الناس يعرفوني وهذا شيء صار دغري سريع ما طول هالشيء يعني كنت أستحي كتير وأهرب يعني إذا كنت ماشي روج أركض ودايما أمشي تما حدا يشوفني أو حدا يعرفني ما حسيت فيها مثل ما لازم يمكن حس ما بعرف شو هو الإحساس كان يهمني دايما شو عم بقول وإذا عم بيحبوه الناس هاي كانت ردات فعلي. هذه المرأة الخجولة التي التقت بزميلتها الشقراء صباح لم تصل إلى الحفلة بسيارة لوموزين بل جاءت برفقة عائلتها غير أن صباح كانت أول من قال لها إنها تنحني أمام عظمتها. أكيد إجا وقت قبلت هالشي لأنه غصبا عني هيدي هاي الحقيقة بس أنا بتخبى منها يعني ما كنت استعملها أو أظهر فيها يعني حب الناس كان كل شيء حلو كل الأجواء كانت حلوة وفرحة وحلوة بمعنى الحلا يعني على كل الأصعدة مش بس الفنية. تلك المرحلة كانت زمن الرحلات الأولى أيضا إذ أصبحت فيروز مشهورة ومحبوبة في العالم العربي كله فكان الملوك والرؤساء يحضرون حفلاتها وسط حشد غفير منذ ذاك الحين أصبحت شقيقتها ترافقها في رحلتها ولكن لا شيء يضاهي فرح العودة إلى الديار وإلى العائلة التي حصنتها فيروز من ضريبة الشهرة وأثبتت أنها تستطيع أن تكون زوجة وأما وفنانة. لم تكن فيروز تغيب طويلا عن أولادها الأربعة كانت تحميهم من كل الأخطار المحدقة بأولاد النجوم بالإضافة إلى الحنان المصحوب بالقلق الذي كانت تكنه لهم كانت تحتفظ بروح الدعابة المتسمة ببعض الحزن مغطية وجهها بحجاب من التحفظ والخفر. مضحك عاري ما تتنام ريما ريما الحندة شعرك أشقر ومنقى واللي حبك بيبوسك اللي بغضك شو يترقى. حث نجاح مهرجانات بعلبك الأخوين رحباني كان الجمهور الغربي يأتي لحضور عروض بجار ونورياف هكذا اكتشف فيروز ولأجلها أصبح يأتي من سنين العز اللي عشناها
والجمال كان كل السنين اللي عملنا فيها بعلبك كان لبنان بأهم المرحلة الجمالية والحياتية. وبعلبك هو أساساً مكان تاريخي مهم. الغنية فوق بيتغير إحساسها ببعلبك. الوجود ببعلبك مهم كتير، بيضيف كتير على الفن يعني. بيعطي بيوحي وبيضيف على الإنسان، بحس حاله بمكان في ناس كتير، في جمال كتير مرق قبله. هذا بيغني كتير الوجود والفن. أصبحت بعلبك جزءاً لا يتجزأ من مفكرة أعمال الأغنياء الذين كانوا مأخوذين بذلك السحر الغريب والرقيق الذي تفتقد إليه حياتهم المليئة باليسر. سنرجع يوماً إلى حياتنا ونغرق في دافئة المدى. سنرجع مهما يمر الزمان وتنأى المسافات ما بين. فيروز رفضت ترك أطفالها لتلتحق باستوديوهات القاهرة، فما كان من هنري بركات ويوسف شاهين سوى المجيء إلى بيروت. ما قبلت وخفت كتير، عاصي كان ما يرد على شو بجاوبه، لأنه كان هو يشوف شو النتيجة. يعني كنت أمشي بعد ما أرفض أيام أبكي وقال له ما بعرف أحكي، ما بعرف أمشي، يقول لي ما عليك وتمشي الأشياء، تترك كل السوفينير. يعني أنا بعتبر الأفلام اللي عملتها بقي فيها كل الأشياء اللي منحبها، إن كان من البيوت أو من القصة أو من المطارح أو من الجبال أو من الناس. يعني بتحافظ على كل الأشياء اللي حبيناها وحبينا أنها تبقى بالسينما. لا تحتوي أفلام فيروز على مشاهد العنف ولا على الغرام المبتذل، لكنها تجسد حب البطلة لرفيقها الأجمل لبنان، حيث ذكرياتها الشخصية التي تبدأ من جبل الأرز والثلوج. الشجر ما عاد فيه إلا النطرة والضجر، بنطر بعين الشمس عبرد الحجر وملبك بيد الفراق تهدني يا طير يا طير على طرف الدنيا. لو فيك تحكي للحبايب شو بني يا طير يا طير. لا
لا تجسد أفلام فيروز تاريخ لبنان المعاصر فحسب، إنها ذاكرته شبه الجغرافية وحتما الإنسانية. هي تصور مناظره الطبيعية والعلاقات التي يقيمها الناس كالحانوتي والحرفي. يا مرسال المراسيل عالضيعة القريبة، خذلي بدربك هالمنديل واعطي لحبيبي. يا مرسال المراسيل عالضيعة القريبة، خذلي بدربك هالمنديل واعطي لحبيبي. عالداير طرزت شوي ايدي على سوارة، وحيك كله اسمه علي بخيطان السنارة. عدي طرست شوي ايدي على سوارة، وحيك كله اسمه علي بخيطان السنارة. بخيطان الزرق وحمر وغناني الصبيان السم، كتبت له قصة عمره بدموع عيني كتيبي. خدلي بدربك هالمنديل واعطي لحبيبي. يا مرسال المراسيل. لكن لبنان يمتد إلى ما وراء البحار من خلال أبنائه الذين غادروه ربما بسبب أو رغبة بالمغامرة. عبر أغانيها تذكر فيروز المغتربين بوطنهم وأنه لا مكان للنسيان حيث الحنين. ما بيعرفني من لما بيسمعني بيقدر يقدر أكتر شيء بشخصي يعني، أو الأهم شيء. كل نفسي بتعبر عنها غنيتي لما بقدمها. لا يجدر بنا الاعتقاد أن فيروز لا تقدم سوى مرآة للحكمة إلى اللبنانيين المطبوعين بالنفحة المتوسطية. فالخفر ليس بتزمت، وحيل الحب تزيد المتعة. أمي نامت عبا كتير وسكر بي البوابة، وأنا هربت من الشباك وجيت لعيد العزابة. أمي نامت عبا كتير وسكر بي البوابة، وأنا هربت من الشباك وجيت لعيد العزابة. وشباكي بعده مفتوح والبرداي عم بتلوح، شباكي بعده مفتوح والبرداي عم بتلوح. عرفوا بغيابي أهله يا دلي وين بدي روح، وين بدي روح يا دلي. عرفوا أهلي بغيابي. أمي نامت عبكي وسكر بي البوابي. من كان يعتقد أن الاقتتال سيطال لبنان وأن العنف سيهدده بشكل كبير، بين المقامرة والكازينوهات كان الاعتقاد أن لبنان بمنأى عن التطورات. بوجود المنجذبين إلى الشقروات بالإضافة إلى الحفلات المترفة حيث الأغنياء ينفقون الأموال الطائلة على النساء الجميلات اللواتي أغرتهن فرص الحياة. كان لبنان منشغلاً بالمتع السهلة بينما ارتفعت ناطحات السحاب في بيروت واحتشد في ظلها الكثيرون.
لكن احتفالا من نوع آخر سيطغى في أوروبا البراقة والشرق المتعب، وضجيج الفوضى سوف يطغى على صوت الحقيقة التي يجسدها الفن. في تلك المرحلة أعربت أم كلثوم عن إعجابها بفيروز. في العالم العربي ينبغي أن تعين ملكة القاهرة من سيخلفها في مملكة الفخر المصان. ورثت فيروز بفضل موهبتها ومسارها الطويل دور أم أطفال العرب المتألمين، إذ جسدت معاناتهم ومأساتهم. في العام 71 توجه الثلاثي إلى الولايات المتحدة وبدأ جولاته الفنية في المدن الصغيرة قبل بلوغ نيويورك، ولكن بالرغم من مظهرها الجديد وحماية عاصي ومنصور وإتقانها لمهنتها ما زال القلق خصمها الدائم. بدأت الأمور بشكل سيء أيضاً، فمدير المسرح الأول عامل هؤلاء القادمين من بلد مجهول باحتقار، كما تعذر إيجاد مدير مسرح جديد. لكن عاصي واجه هذه الصعوبات بأمل وتصميم على انتزاع النصر. هلا اذا ما اجى حدا على المسرح انت غني وما يهمي. قلت له كيف بتغني اذا ما في حدا؟ قال لي ايه بتغني ولا يهمك. صار يخبرني قصص يخليني احس انه ما خايف او ما فكر بهالموضوع. صرت بدي ابكي انا. قال لي لا لا ما عليكي انت غني، وعم بقول لك لو ما في حدا اطلعي غني وبس. اجى الليل واجت اللحظة وطلعت على المسرح، واذا الصالة مليانة ناس وغنيت. من هالحفلة انكتب كتابات كتير مهمة، وكانت كل الرحلة كتير حلوة بعد هالليلة اللي القاسية ببدايتها وحلوة بنهايتها. نجحت الجولة في أمريكا، ما أتاح لفيروز أن تقوم بجولة حول العالم، إلا أنها لن تغيب طويلا بسبب شوقها لأطفالها، وخصوصا زياد ابنها الأكبر الذي ينتظر عودتها إلى بيروت ليقدم لها مجموعة من ألحانه. بسفراتي صرت مرة على مرة أحس أنه في تجاوب أجنبي تجاه شغلنا. سار كل شيء على ما يرام. كبرت تلك الفتاة الصغيرة وأصبحت سفيرة الأغنية العربية، لكن القلق لم يفارقها. شعرت بعاصي منهكا من سنوات العمل الدؤوب. حين عادت إلى جبل الأرز
لم تعرف هذا المكان حيث أمضت شبابها. مال كثير، لا مبالاة وطيش، بدا لبنان كالهارب من ذاته. حاول عاصي طمأنتها: فيروز، يا فيروزتي، أحببتني في الصيف وفي الشتاء، وهناك فصول أخرى بانتظارنا لنعيش معا في السلم المحفوظ في لبنان في الثلج والشمس. كيف لنا ألا نؤمن بعاصي الذي وقع منصور في فخ حيويته الدائمة؟ البيانو كان كافياً ليغوص عاصي في مشاريع جديدة. يمكن لما مرض عاصي بلشت حس بإشياء كتير ومش كلها بقدر أقولها، ما بعرفها يعني، وبهالطريق بلشت حس بالخوف أكتر. في كذا خوف، يعني في الخوف من إنه لما بيقدم الواحد عمل جديد إنه يحبوا الناس، هذا طبيعي. بعدين الطريق اللي مشيت فيها بعدين لما مرض عاصي، صرت حس بخوف علي وعلى حالي وعلى شغلنا وعلى يعني شامل. يمكن عم جاوبك غلط من اللي سألتني. أقفل مسرح البيكاديلي أبوابه في الحمرة، لا مسرحيات للأخوين رحباني بعد اليوم. الحرب اندلعت في لبنان، توفي عاصي، صوت فيروز كان كناقوس خطر وقرعة حزن على كل ما كان يجمع العائلة، الشعب والتاريخ. غيابه تعبني وحسسني بكل الأشياء اللي كان حملها عني، يعني شيء أكيد. وأنا كل ما غني مطرح أكيد بيكون هو موجود، موجود مش بس بالغنية، موجود شخصه. وافتكر يعني إني عم بعمل أشياء مثل ما هو بحبها. في العام 94 شق الناجون في بيروت طريقهم بين الدمار. قيل إن الحرب انتهت وإن الأمور ستعود إلى سابق عهدها، لكن الناس يتكلمون، يحتشدون، يضحكون ويغنون. لم يردعهم شيء من الذهاب إلى ساحة الشهداء المدمرة، لأنه للمرة الأولى بعد الكثير من الألم والمعاناة والموت، ها هم يرون إشارة لا تخطئ تعلن عودة الرجاء. فيروز خرجت من عزلتها وستغني هذه الليلة. ولكن أي سلام هذا حيث الثراء والترف، في حين تغرق الآلاف من العائلات الناجية في التعاسة؟ كيف يمكن نسيان ما حدث عبر ترميم الدمار؟ لكأنهم بذلك يمحون آثار العار وعذاب الندم. ما في صفحة بتنقلب يعني، وما في شيء بفل يعني، كله بيبقى بالنفس حسب
اللحظة اللي بتخليك ترجع وقديش ترجع ولوين ولمين ترجع. لا تتساءل لماذا لا تعود فيروز إلى سابق عهدها. ستضحك لكم كما في كل مرة ترفض فيها الإجابة. طال غيابها عن فندق بالميرا في بعلبك. المدير رجل عجوز يدير فندقه بشكل جيد. أفكاره مشوشة بعض الشيء بسبب الحرب طبعا. حين يقصده أحد الغرباء يخاله فيروز ويصطحبه إلى الغرفة المخصصة لها. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً سيد فيروز. أهلاً وسهلاً سيد فيروز. هاي غرفتك المحببة إليك. أهلاً وسهلاً فيك. هاي غرفتك. ولا أهلاً وسهلاً فيك. تفضلي تفضلي ارتاحي. هذه غرفة فيروز السيدة فيروز. بحب كتير أغانيها بعرفها كتير. هي كانت المهرجانات كلها من الأساس أحسن مهرجانات كانت تقوم فيها هي فيروز. كان في عز أحسن من هاي. كان في بكفي كان خير وفي بشر وفي عالم تفهم على الأغاني الحلوة اللي كانت تعملها فيروز. بتمنى بالمية 150 إنها ترجع بعلبك.